يو، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. عيد مبارك سعيد. طنوبيل عيد مبارك سعيد. اول مره تشوفوني في جلاباك. المهم غنمشيو نصليو العيد مع هاد ولاد مسخوت الوادي. بودر ويا وبودر تما كيطلع دابا. دابا هذا ما خصوش يخلي ضربو وبودر ما باش يخرج ما باش يطلع. كي جاتني الجلابه زوين ياك بوكوس تصعدتو فيا. عيد مبارك سعيد بابا. 1 hour later. المهم ها هو خرج. المهم هاد الاخت هادي خرجات شتيها. عمركم شتي شي اخت غادا للجامع ديال الرجاله؟ هي هاد السيده هادي. اخي في الله ماذا تقول؟ نو 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 المهم الخوتة احنا غادي نمشيو نصليو صلاة الاستخارة صلاة العيد. المهم ما ديوش على هاد الاخت هادي اللي شافها يشير عليها بالحجر. نشافها يشير عليها بالحجر. المهم ها هي ديما كتكون معايا. اوكي شتوها والله وسرعة تبارك الله. تيتيز اوروبي هو من ناحية تيتيز هو من ناحية هو من ناحية تيتيز قبل بيك ابو بيش كون بحال اختي فين. وكما كتشوفوا صلينا صلاة ديال العيد. غنمشيو دابا نذبحوا وحنا معاكم. كيقولوا ما كيكونش تمشاش في نهار العيد الكبير. ها هو انا نكشوه. مشيو كاع هو واحد المش اخر يا شتوه. المهم الخوت كتشوفوا معنا واحد الاخت غادي تجي تذبح معايا. اكبر شلابي في التشيره اكادير كامله. اكبر نصاب اكبر نصاب اكادير هو هذا السيد هذا. الا تلاقيتو معاه ما تشريوش من عنده والو. اكبر نصاب كنسب على القصيرات هذا السيد خصوصا القصيرات. القصيرات ملك الطويلات. تقول شي دري هذا على الابتدائي ما كجمتيهاش بداك الفيديو راه صعيب. One hour later. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله
سالينا الحولي دابا غنمشيو ندور واحد شويه وحنا معكم يا مرحبا. واخيرا ساليت الناس اللي ذبحت لهم، تحيه لكم. يلا صاري التقريب راه الوحده هذه، مشي للدار ندوش راه من البارح ما ناعس. طلع لي فرسكم تلاقاو من بعد دوش ان شاء الله. المهم الخوت اليوم نحيحو مع بنادم شيري اصك شي حاجه ولا اش خاصك والله الا يسال انت هو هذا. لا ماشي هو هذا، الا ماشي هو هذا كان هو هذاك. لا دابا احترمتك، دابا احترمتك، كموني انا اسير. لا اخي شنو دار لك في السياسه الديموغرافيا؟ ديموغرافيا الديموغرافيا الجيوغرافيا هي اللي ما كيعرفش بالجلود. ها هو كلبس الجلود ديال المعزي باش نسلخو البنادم، ولكن حتى الفلوق الثاني وغتشوفوا الجديد ديال المعزي والبقري كما قال لكم هذا السيد الجديد ما كاين غير عتي بالك 8182 اي. ها شنو كنقدم لكم الخدامه ديالي هاد السيد الشج هادو، هادو هما الخدامه ديالي الاخر راه كاين ليه هو قطع سربيه صاحبي. اش كنخلصوك حنا هكا كلها سربيه ويلي 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 شو تبارك شو البيسيبس والتريسيبس دير لهم هكا صاحبي دير لهم. ومن الخدامه ديالي اي واحد بغا يخدم راه كيخدم هذا جدران من الساعه وهذا درهم ونص الساعة، والاخر ما عرفش كيدير سائح. كان كرهك ونبغيك كان موت فيك والك وخط مع سلة فيك دمي بغي يفديك نعاير انا مدح فيك انا مريض وبغي نشفيك نصحوني نهجرك ما عرفت علاش ما قدرتش نخليك.